إن شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على الـ Acceleration Mechanisms. هشوف إزاي هبدأ أحسب الـ Acceleration لأي آلية عن طريق الـ Acceleration Diagram. قبل ما نبدأ نتكلم، إحنا قلنا قبل كده في فيديو سابق إن عشان أحسب السرعات لأي آلية، اي لينك في اي ميكانيزم، ببدا استخدم الفيلوسيتي دايجرام. وعرفنا ان سرعه اي نقطه على لينك لازم اكون اعرف قيمتها وخط عملها واتجاهها. بالنسبه للقيمه تكون عباره عن قيمه السرعه الزاويه لهذا اللينك مضروبه في طوله، خط عملها بيكون عمودي على اللينك، قيمتها عباره عن قيمة السرعة الزاوية أوميجا في طول اللينك اتجاهها في اتجاه الأوميجا. بالنسبة للأكسلريشن، أي لينك في أي آلية بيكون له مركبتين للأكسلريشن، إما مركبة راديال ومركبة تانجنت. المركبة الراديال خط عملها بيكون موازي لللينك وفي اتجاه النقطة الثابتة، لو افترضنا ان نقطة A هي الثابتة ونقطة B هي المتحركة، وقيمتها بتكون عبارة عن السرعة الزاوية تربيع أوميجا تربيع في الطول AB. المركبة التانجنت خط عملها بيكون عمودي على اللينك، بمعنى تاني ان خط عملها هو نفس خط عمل السرعة الخطية، اتجاهها بيكون في اتجاه الألفا اللي هي العجلة الزاوية Angular Acceleration. قيمتها بتكون عبارة عن الألفا في الطول الـ AB. عندي مركبتين للعجلة، مركبة راديال ومركبة تانجنت، يبقى الـ Acceleration المحصلة للينك AB لو عن طريق استخدام Acceleration Diagram ببدأ أرسم المركبة الراديال بالطول مدهولي بسكيل المناسب، المركبة التانجنت تكون المحصلة هي الوتر اللي يكمل المثلث القائم من المركبتين الراديال والتانجنت. معنى تاني ان محصلة العجلة للينك AB عبارة عن الجذر التربيعي للمركبة الراديال تربيع زائد المركبة التانجنت تربيع. هنبدأ نشوف اول مثال معانا، بيقول Crank Slider Mechanism. زي ما وضح في الرسم، Crank Slider Mechanism مديني اتجاه الحركة لللينك الانبوت اللينك OB مع عقارب الساعة، بيدور في اتجاه عقارب الساعة، مديني سرعته 300 لفة في الدقيقة، ومديني الأطوال سواء اللينك الانبوت لينك Crank أو الكونكتنج رود. المطلوب الأول عاوز يجيب الـ Linear Velocity and Acceleration of the Midpoint of the Connecting Road. عاوز يجيب الـ Velocity والـ Acceleration لنقطة الـ D الموجودة في المنتصف. تاني حاجة عاوز يجيب الـ Angular Velocity and Angular Acceleration للـ Connecting Road. عند Position 45 درجة. من البيانات اللي هو مديهالي، مديني قيمة الأوميجا لللينك OB، مديني اتجاهها في اتجاه عقارب الساعة، يبقى أقدر أحسب السرعة الخطية لنقطة الـ B اللي هي الـ VB، تبقى عبارة عن قيمة الأوميجا مضروبة في الطول OB، أقدر أحسب قيمة السرعة الخطية VB، خط عملها عمودي على اللينك وفي اتجاه الأوميجا. برضه أقدر أحسب لللينك OB المركبة الراديال. المركبة الراديال عبارة عن الـ VB تربيع على OB أو أوميجا تربيع في OB. بما إنه مدانيش قيمة للألفا لللينك الإنبوت لللينك OB، فبالتالي هقول إن الألفا بصفر، يبقى المركبة التانجنت بصفر، يبقى التوتال أكسلريشن لللينك OB هيساوي المركبة الراديال. نيجي نشوف خطوات الحل بتاعتنا بتمشي ازاي.
اول حاجه زي ما عملنا في السرعات ان ببدا ارسم الميكانيزم بسكيل مناسب، بسكيل اطوال مناسب، وابدا امشي الخطوات في فيديو الفلوستي ان ميكانيزمز بحيث ابدا استنتج الفلوستي دياجرام. من الفلوستي دياجرام اقدر احسب قيمه الاوميجا لكل لينك، الاوميجا للينك اي بي. يبقى انا في مساله الاكسلريشن لما يطلب اكسلريشن يبقى انا ضروري اول خطوه عندي ان انا ابدا ارسم البلوس دياجرام عشان اطلع قيمه السرعه الزاويه لكل اللينكات اللي عندي عشان هبدا استخدمها لحساب المركبه الريديال. طبعا وانا برسم البلوس دياجرام هيبقى عندي نقطه الدي، عشان اوجد نقطه الدي بستخدم النسبه والتناسب زي ما شرحنا قبل كده في البلوس الميكانيزم. عشان ابدا ارسم او استنتج الاكسلريشن دياجرام هبدا اول خطوه امسك كل لينك وابدا اوقع عليه المركبات بتاعه العجله، المركبه الريديان والمركبه التانجنت. اي ميكانيزم عندي طالما انا رسمت له مطلع السرعات فان المركبه الريديال تبقى معلومه المقدار بدلاله الاوميجا طول اللينك، معلومه الاتجاه تكون اتجاهها في اتجاه النقطه الثابته، معلومه خط العمل خط عملها يوازي اللينك. كل المركبات الراديال لأي لينك معلومة المقدار والاتجاه وخط العمل. المجهول الوحيد عندي هيبقى المركبة التانجنت. يبقى أول حاجة أبدأ أسقط وأوضع مركبات العجلة على كل لينك، اللينك أو بي اتفقنا اللي هو له مركبة راديال فقط قيمتها عبارة عن أوميجا تربيع للينك أو بي مضروبة في طول أو بي، اتجاهها متجه نقطة الأو موازية للينك أو بي. هاجي على اللينك اي بي، المركبه الراديال لي عباره عن اوميجا تربيع لللينك اي بي اللي انا استنتجتها من البلوست دياجرام مضروبه في الطول اي بي، خط عملها موازي لللينك اتجاهها في اتجاه النقطه الثابته. لو مركبه تانجنت ما اعرفش قيمتها ولا اعرف اتجاهها بس اعرف اللي هي عموديه على اللينك يبقى اعرف خط عملها فقط. اخر حاجه السلايدر دي الاكسيريشن بتاعته، اكسيريشن خطيه خط عملها موازي لللينك ما اعرفش قيمتها ولا اعرف اتجاهها. يبقى المجهول المركبه التانجنت لللينك اي بي والاكسيريشن للسلايدر ايه. عشان استنتجه هبدا ارسم الاكسيريشن دايجرام. نيجي نشوف الاكسيريشن دايجرام بترسم ازاي. زي ما كنت بقول في مطلع السرعات ان انا النقط الثابتة اللي عندي في مطلع السرعات بمثلها بنقطة واحدة، نفس الكلام في الاكسلريشن. هبدأ اشوف النقط الفيكسد اللي هي نقطة الاو وابدأ من عندها الرسم، نسميها المرة دي او داش، وابدأ بالمعلوم، ابدأ بالاكسلريشن للينك او بي لينك الانبوت، معايا قيمة المركبة الراديال وبسكيل مناسب ابدا اخد موازي لخط عمل المركبه الراديال، ومن نقطه او ابدا ارسم المركبه الراديال لللينك او بي. واتفقنا بما ان المركبه التانجنت بتساوي صفر فالمركبه الراديال هتساوي التوتال اكسلريشن لللينك او بي. اخدت موازي لخط عمل الاكسلريشن الراديال ومن نقطه الاو رسمته في الاتجاه بتاعه بقيمته، يبقى استنتجت نقطة بي داش. بعد كده هبدأ أدخل على اللينك بي اي، له مركبتين راديال تانجنت، ايه المعلوم؟ المعلوم الراديال، يبقى دي اللي هبدأ بيها. يبقى من نقطة بي داش أخد موازي للمركبة الراديال وابدا ارسمها بسكيل مناسب. رسمت المركبه الراديال من نقطه بي داش موازيه خط العمل اللي رسمه على الميكانيزم وفي نفس الاتجاه الموضح على الميكانيزم. بعد ما بنتهي من رسم المركبه الراديال اجي عند نهايتها وابدا اقيم عمودي، العمودي ده هيكون هو
المحل الهندسي أو خط عمل المركبة التانجنت، لأن زي ما قلنا المركبتين متعامدين على بعض. يبقى أول ما بنتهي من رسم المركبة الراديال بقوم أقيم عمودي ده اللي هيطاق عليه المركبة التانجنت، بس قيمته قد إيه أو طول الخط ده قد إيه لسه معرفوش. أجي بعد كده أرجع تاني للميكانيزم أشوف إيه اللي أقدر أرسمه. عندي آخر acceleration وهي الاكسلريشن بتاع السلايدر ايه. السلايدر ايه الاكسلريشن بتاعته او حركته بيتحرك على الفيكسد، فبالتالي هو منسوب للفيكسد، يبقى يترسم من الفيكسد بوينت اللي هي نقطة او داش. يبقى من عند نقطة او داش هاخد موازي الاكسلريشن للسلايدر ايه خط افقي، ابدا ارسم خط افقي. هلاقي الخط الافقي اللي انا هرسمه اللي بيمثل acceleration بتاع السلايدر A يتقاطع مع خط المركبة التانجنت AB. قلنا قبل كده أي خطين في velocity أو acceleration diagram أي خطين بيتقاطعوا فتقاطعهم ده نتيجة اشتراكهم في نقطة في التسمية، دي acceleration بتاعت نقطة A، والخط ده عبارة عن ال A tangent لنقطة A بالنسبة ل B. يبقى الاتنين مشتركين في نقطة A، فبالتالي نقطة التقاطع هتديني A داش. يبقى الطول ده بيمثل قيمة الأكسيريشن بتاع السلايدر، الطول ده بيمثل قيمة المركبة التانجنت لللينك AB. ابدا احط الاسهم بتاعتي بما ان دي مركبه راديال والمركبه التانجنت المركبتين لنفس اللينك فيكون في اتجاه دوري واحد، يبقى المركبه التانجنت في نفس اتجاه المركبه النورمال. ابدا احط اتجاه الاكسلريشن بتاع السلايدر، وطالما دي نقطه فيكسد فالسهم يطلع من النقطه الفيكسد. ناخد بالنا مفيش اي سهم يبقى داخل لنقطه فيكسد سواء في الاكسلريشن أو في الفوست زي ما واضح في الرسم اللي قدامي. يبقى أنا كده قدرت أجيب قيمة المركبة الريديال، قدرت أحدد قيمة المركبة التانجنت. فبالرسم لو أنا جيت رسمت الوتر للمركبتين دول يديني التوتال أكسلريشن لللينك AB، توتال اكسلريشن لللينك AB. هاجي عشان اجيب نقطه الدي وعاوز الاكسلريشن للنقطه دي، عشان اجيب الاكسلريشن للنقطه دي نقطه دي تقع على اللينك AB زي ما عملت في الفيلوسيتي دايجرام، هعمل برضو في الاكسلريشن دايجرام باستخدام النسبة والتناسب أقدر أجيب نقطة الدي داش على A داش B داش. نقطة الدي داش لو وصلتها بنقطة O داش يبقى أنا جبت الـ absolute acceleration للنقطة دي. absolute acceleration النقطة دي أقيس الطول ده وأضربه في السكيل جبت الـ acceleration بتاعت النقطة دي. جبت السرعة بتاعت النقطة دي، السرعة الزاوية بالنسبة للينك AB عبارة عن السرعة الخطية VA بالنسبة لB دي من مضلع السرعات مقسوم على طول اللينك يديني قيمة السرعة الزاوية. اتجاهها بيبقى في نفس اتجاه الـ V. اجي بعد كده طب عشان اجيب الالفا، الالفا عبارة عن الاي تانجنت على طول اللينك. طب عشان اجيب الاي تانجنت ببدا اجيبها من مضلع السرعات، قيمة الاي تانجنت اقيس الطول ده واضربه في السكيل اطلع قيمة الاي تانجنت، منها اطلع قيمة الالفا. نيجي نشوف المثال التاني. المثال التاني عبارة عن 4 بار مديني الاطوال الاربعة،
اللينك بي كيو روتيتس ات 10 راديان بير سكند، مديني اتجاه الاوميجا. عاوز يبدأ يرسم الفلوستي والاكسيريشن دياجرام عند بوزيشن 60 درجة. عاوز يجيب الانجولار فلوستي والانجولار اكسيريشن للاوتبوت لينك اللي هو ار اس. برضو من البيانات اللي هو مديها لي، مديني اللينك الانبوت بي كيو، مديني قيمة الاوميجا لي يبقى اقدر احسب السرعة الخطية بتاعته، ومديني اتجاه الاوميجا يبقى اقدر احسب او استنتج اتجاه السرعة الخطية. اقدر اجيب قيمة المركبة الراديال للينك بي كيو برضو مش مديني قيمة الالفا للينك بي كيو، فيبقى المركبة التانجنت بتساوي صفر. هبدأ الحل بتاعي، رسمت الميكانيزم بسك المناسب للأطوال، استنتجت الفلوستي دياجرام. من الفلوستي دياجرام ببدأ أجيب الأنجولار فلوستي لللينك كيو آر، نفس الكلام للآر إس عشان أقدر أحسب كل مركبة نورمال لللينك الكونكتنج واللينك الأوتبوت. بعد ما أبدأ أحسب المركبات الراديال، أبدأ عشان أرسم الأكسلريشن دياجرام أو الخطوة، أبدأ أوضح خطوط عمل المركبات لكل لينك. اللينك الإنبوت اتفقنا اللي هو له مركبة راديال فقط، لأن المركبة التانجنت بتساوي صفر. المركبة الراديال عبارة عن أوميجا تربيع في طول اللينك، خط عملها موازي لللينك واتجاهها لاتجاه النقطة الثابتة لاتجاه نقطة البي. اللينك كيو ار المركبة النورمال بتاعته عبارة عن اوميجا تربيع لللينك كيو ار في طوله، خط عملها موازي لللينك كيو ار اتجاهها لنقطة الكيو. مركبة تانجنت عمودية على المركبة النورمال. لينك ار اس المركبة النورمال بتاعته عبارة عن اوميجا تربيع في الطول ار اس، خط عملها موازي لللينك وفي اتجاه نقطة الاس. المركبة التانجن عمودية عليه. ابدأ رسم الاكسيليشن دياجرام بالنقط الفيكسد، نقطة بي داش واس داش. هبدأ بالانبوت لينك المركبة النورمال بتاعته اللي هي بتساوي المحصلة بتاعت العجلة، هاخد موازي ليها بقيمتها وبسكيل مناسب. هبدأ أرسمها من نقطة بي داش، هبدأ أرسم اي كيو ويبقى دي نقطة كيو داش. بعد كده هخش على اللينك التاني، هبدأ له مركبتين، ببدأ بالمعلومة المركبة الراديال، وبعد ما بنتهي من رسمها بقيم عليها عمودي بيكون ده خط عمل المركبة التانجنت. باخد موازي للمركبة الراديال وابدأ ارسم الكيو داش بسكيل مناسب بقيمتها واتجاهها معايا. اول ما بنتهي من رسمها بقيم عمودي، العمود اللي انا قيمته ده اللي هيقع عليه الاي تانجنت لللينك ار كيو، اتجاهه بيكون في نفس اتجاه المركبة الراديال، قيمته لسه معرفهاش، نقطة الار داش دي لسه ما استنتجتهاش. هستنتجها منين؟ لما ابدأ ارسم مركبات اللينك ار اس. عشان ارسم مركبات اللينك ار اس يبقى هاجي من نقطة الاس داش، ابدأ اول حاجة المركبة الراديال، يبقى موازي للمركبة الراديال اللي في اتجاهها رسمت المركبة الراديال. اول ما بنتهي من رسمها بقيم عمودي، هلاقي المركبة التانجنت لللينك ار اس تتقاطع مع المركبة التانجنت لللينك ار كيو في نقطة الار داش، في النقطة المشتركة اللي هي نقطة ار وار. انا كده استنتجت نقطة الار داش، يبقى الطول ده بيمثل الاي تانجنت ار كيو، الطول ده بيمثل الاي تانجنت ار اس. وابدا اطلع اي مطلوب عاوزه في الاكسليريشن اقدر اطلعه.
وعاوز قيمة السرعة الزاوية لللينك ار اس، يبقى هو عبارة عن الفلوسيتي، يبقى سرعات الفلوسيتي دايجرام السرعة الخطية الار اس مقسومة على طول، يديني الانجولار فيلوستي. عشان اجيب الانجولار اكسلريشن لازم الاول اجيب المركبة التانجنت لللينك ار اس، يبقى المركبة التانجنت اقيس الطول ده واضربه في السكيل، جبت قيمة المركبة التانجنت، اقسم المركبة التانجنت على طول اللينك يديني قيمة الالفا. نشوف مثال كمان. المثال التالت ميكانيزم الموضح في الشكل، مديني الأبعاد بتاعته، مديني سرعة اللينك الانبوت اللي هو اللينك او اي 180 ريفوليوشن بالمينت، مديني اتجاه الاوميجا، برضو مش مديني اتجاه الالفا ولا قيمتها، يبقى بصفر. يبقى اللينك او اي لي اوميجا فقط، يبقى له مركبة راديال فقط. يبقى بالبيانات اللي مديها لي اقدر احسب السرعة الخطية لللينك او اي، اقدر احسب قيمة المركبة النورمال لللينك او اي. اول خطوة رسمت الميكانيزم بالابعاد اللي هو مديها لي. الخطوة التانية رسمت الفلوستي دايجرام للميكانيزم، ودي النسبة والتناسب عشان نقطة البي. هاجي بعد كده عشان ارسم الاكسلريشن دايجرام. من الفيلوسيتي دايجرام كل لينك عندي قدرت احسب له السرعه الزاويه بتاعته، يبقى كل لينك عندي المركبه النورمال ليه معلومه المقدار والاتجاه وخط العمل. يبقى هبدا اوقع المركبات على كل لينك. اللينك او اي ليه مركبه نورمال فقط، حسبت قيمتها، خط عملها يوازي اللينك اتجاهها اتجاه نقطة الأو. هاجي بعد كده اللينك اي بي، مركبة الراديال بتاعته عبارة عن أوميجا تربيع لللينك اي بي في الطول اي بي، خط عملها يوازي اللينك وفي اتجاه نقطة الاي. المركبة التانجنت عمودية على المركبة النوم، غير معلومة المقدار، غير معلومة الاتجاه، معلومة خط العمل بس. هاجي بعد كده هاجي على اللينك بي سي، ليه مركبة نورمال، وانا هنا هشتغل على المركبة النورمال لنقطة البي اللي على اللينك كله. قيمة المركبة النورمال عبارة عن اوميجا لللينك بي سي تربيع مضروب في مين، في الطول بي بي. المركبة التانجنت عمودية عليه. هاجي بعد كده لللينك دي سي، المركبة النورمال بتاعته موازية ليه في اتجاه نقطة السي، قيمتها عبارة عن أوميجا تربيع لللينك دي سي في الطول دي سي. المركبة التانجنت عمودية. آخر حاجة الأكسلريشن السلايدر دي، هاجي بسكيل مناسب للأكسلريشن أبدأ أرسم الأكسلريشن دايجرام. نيجي نشوف الأكسلريشن دايجرام اترسم ازاي. هبدأ من عند نقطة O داش B داش اللي هي النقطة اللي بتمثل الفيكسد. هبدأ أرسم اللينك الانبوت اللي هو مركبة راديال فقط، اللي هي بتساوي التوتال اكسلريشن نقطة الـ A. يبقى هبدأ أخد موازي للأكسلريشن A وأبدأ أرسمها من عند نقطة O داش. يبقى بدأت أرسم الأكسلريشن A. وصلت لنقطة A داش. اللينك اللي بعده هبدأ بالمركبة النورمال ليه، يبقى المركبة النورمال B بالنسبة ل A هاخد لها موازي وأبدأ أرسمها من نقطة A داش. رسمت المركبة الراديال B بالنسبة ل A، قلت أول ما بخلص رسم المركبة الراديال خدت موازي وفي اتجاه السهم بتاعها رسمتها، اول ما انتهي بيها ابدا ارسم عمودي عليه. العمودي ده هيقع عليه المركبه التانجنت، بس لسه ما اعرفش طوله قد ايه. طب عشان اعرف طوله
يبقى انا عاوز مركبتين تانيين. يبقى هبدأ ارسم المركبات الـ AB norm او radial والـ AB tangent. ببدأ بالـ radial من عند نقطة B داش موازي للمركبة الراديال، ارسمها بقيمتها واتجاهها. اول ما بنتهي هبدا اقيم عمودي، العمودي ده هيقع عليه الـ A tangent B بالنسبة لـ P. يتقاطع الاتنين مركبة tangent B بالنسبة لـ A مع B بالنسبة لـ P في نقطة الـ B داش. يبقى انا كده حددت نقطة الـ B داش. اوصل A داش بالـ B داش يديني A داش B داش عبارة عن الـ total acceleration للينك AB. هاجي بعد كده عشان هخش على اللينك DC، يبقى انا عاوز اجيب نقطة C الاول. هاجي من النسبة والتناسب هقول P داش على B داش، P داش B داش، طول ده على الطول ده يساوي BB على ال BC. دي من الميكانيزم، دي الأطوال وبتكون الأطوال الحقيقية. أقدر أستنتج بعد نقطة C داش عن P داش، بعد نقطة C داش عن P داش. يبقى أنا كده قدرت أجيب نقطة C داش. منها هبدأ أرسم المركبة النورمال، هاخد موازي ليها وأبدأ أرسم المركبة النورمال. يبقى من نقطة C داش أبدأ أرسم المركبة A نورمال، أو هنسميها A راديال نورمال أو راديال، الاتنين نفس التسمية. هبدأ أرسم الـ A راديال من عند C داش، هاخد موازي ليها وأبدأ أرسمها في الاتجاه بتاعها. أول ما بنتهي هبدأ أقيم عمودي عليها، العمود ده هيمثل الـ A tangent. طب قيمته مش معلومة، عشان أعرف قيمته يبقى نقطة الـ D داش دي لسه مش موجود. يبقى عشان أجيبها هبدأ أرسم الـ acceleration لنقطة الـ D. الـ acceleration بتاع السلايدر، السلايدر ده بيتحرك على الفيكس، يبقى منسوب للتثبيت. يبقى الـ acceleration بتاعته تترسم من نقطة O داش. يبقى أبدأ أرسم خط رأسي يقطع المركبة التانجنت لللينك دي سي في نقطة الدي داش. يبقى او داش دي داش ده بيمثل قيمة الاكسيريشن للسلايدر دي. وابدأ احط الاتجاهات بتاعتي، عاوز اجيب الاكسيريشن اقيس الطول ده واضربه في السكيل اجيب قيمة الاكسيريشن للسلايدر دي. شكرا جزيلا.